برج العقرب يوم الخميس تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة، عبر عن رأيك وفاوض بجرأة، تتمتع بسرعة خاطر وسرعة بديهة أيضا. يوم الجمعة فترة مناسبة للمناقشات وتقديم الامتحانات وللدفاع عن قضايا تهمك، عبر عن نفسك بوضوح تام دون إثارة خلافات أو استفزاز. يوم السبت تتوتر الأجواء في جميع الأحوال، اعتبر التواصل والحوار مسألة مهمة مع العائلة، فقد تسبب لك هذه المشاعر بعض السلبيات. اهدأ وكن متفاهم، لأنك تميل، أنت تميل إلى التوتر. برج العقرب تضطر للاهتمام يوم الحد، تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها، لا تفقد توازنك يا عزيزي. يوم الاثنين لا تضيع الوقت الثمين، افسح عن رأيك بجرأة وحرية، وعزز علاقاتك وابحث عن مساحة مشتركة بينك وبين الآخرين. يوم الثلاث أيها العقرب تطمئن الخواطر، وتكون الفترة مثمرة مهنيا، تبدأ موجة من انحصار للمشاكل عندك. يوم الأربع ممكن تفكر في اليومين دول في الموضة، في الأزياء، بتشتري لبس، يعني في شراء وبيع وحاجات خاصة بالموضة والأزياء يعني.